يا مساء الخير عليكم مشاهدين الأعزاء، مساء الفرح، مساء السعادة، مساء كل يوم جديد بيبقى فيه خير جديد، ودايما رب الخير ما بيجيبش غير كل الخير. طيب النهاردة بقى عايز أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 10 رمضان وستة أكتوبر، بنحتفل باحتفالات أكتوبر. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما نكون في نصر وفي خير وفي سعادة، وأيامنا كلها تبقى عبارة عن أعياد وانتصارات وبس. بس عايز أقول لكم حاجة، في اكتشفت ان في اطفال ما يعرفوش هو ايه 6 اكتوبر. يعني لما تيجي تقول لهم احنا بنحتفل باحتفالات 6 اكتوبر، هي ايه بقى احتفالات 6 اكتوبر؟ احنا ما نعرفش عنها حاجه. يا ريت واحنا قاعدين في الحظر نبتدي نفهم ولادنا ايه هي احتفالات 6 اكتوبر، وان ازاي الجيش المصري عرف يحرر ارض لمصر. طيب النهارده انا عايزه اقول لكم على حاجه لطفله جات لي. الموضوع ده لطفله اسمها ملك علي. دي حاله انسانيه، تمام؟ دي حالة إنسانية يا جماعة، محتاجين إن احنا نبص لها بعين عين العطف. يعني هي طفلة عندها سنة وشهرين، اللي أنا وصل لي إن هي عندها سنة وشهرين، عندها ثقبين في القلب، تمام؟ وعندها عملية الإخراج غير كاملة زي أي طفلة طبيعية، فهي مش قادرة تعيش كأي طفلة طبيعية للأسف. احنا هيكون معانا اتصال الاستاذ حمادة، هو متبني الطفلة دي لان اهلها غير قادرين على مصاريفها. هيكون معانا دلوقتي استاذ حمادة عبد العزيز، سكرتير جمعية الايمان لتنمية المجتمع. كلمتوه يا شباب؟ الو الو الو، ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ ربنا يخليك، مساء الخير يا مصر. يا ريت تشرح للمشاهدين بقى حالة الطفلة ملك علي بطريقة. طيب ارحب بضيف حضرتك اللي موجود في الحلقه. طيب اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ازي الصحة؟ ربنا كده كل سنه وحضراتكم طيبين ومصر خير يا رب، ويعدينا من الازمه اللي احنا فيها دي على خير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. اي والله استاذ رولا، الحاله بدات احنا اكتشفناها من حوالي 4 أو 5 أيام عن طريق بنات عندنا في البلد هنا، مدام منار الشيمي والانسه فاطمه بركات. تمام. مجرد ان هم قابلوا بنت على كتف والدتها، احنا بلد ريفيه يعني، فبيلعبوا البنوته وكده، البنت خاسه وحاجات زي كده، فبيسالوا مامتها هو في ايه، يعني البنت مش طبيعيه ليه وكده. فبدانا نعرف ان هي بتعاني من مشكلتين، عيب خلق ما هي مولوده بيهم، ان هي عندها ثقبين في القلب وما عندهاش فتحه اخراج، يعني ده عيب هي خلق ربنا والدها بيها بالمنظر ده. الطفله دي بقى لها عندها دلوقتي سنه وثلاث شهور. تمام. فبدأوا البنات يجوا يتكلموا معايا على اساس ان الجمعيه تتبنى حالتهم. اللي ربنا قدرنا عليه من خلال الجمعيه، لان احنا جمعيتنا برضو لسه جديده وعمرها سنه، يعني من رمضان اللي فات احنا كده بقالنا سنه. طبعا دلوقتي احنا معانا صوره البنت معانا على الشاشه، هي صوره البنت ملك معانا على الشاشه. لا انا بعدت عن الشاشه عشان ما بقاش في صدى صوت واعرف اكلمكم كويس يعني. وارقام التليفونات موجوده يا جماعه للتبرع للطفله. كمل يا باشمهندس، اتفضل معاك. فبدانا ان احنا اللي ربنا قدرنا عليه عملناه من خلال الجمعيه، وبدانا نعمل نوديها لدكاتره ويطلبوا اشعاعات وتحاليل وحاجات زي كده. بس لان الموضوع يعني فوق طاقتنا بصراحه، يعني فما كانش قدامنا حل غير ان احنا يعني نلجا لاهل الخير في مصر، وما اكثرهم الحمد لله مصر طول عمرها. انت عارف مصر مصر ناس طيبين وناس خيرين وناس جواها الطيبه والخير والحته دي، فما تقلقش من الحته دي، انا متاكده جدا ان شاء الله ان احنا هنقدر متعشمين خير في وجه الله سبحانه وتعالى. وقلنا عن طريق حضرتك والبرنامج كل الكلام اللي كل يوم بيثبت ان هو كل الكلام فعلا في مصر كلها، وبيعالج وبيناقش كل قضايا البلد اللي موجوده، ويوم عن يوم البرنامج بيكبر وارضيته بتزيد وشعبيته بتزيد. شكرا. فعندنا امل كبير في ربنا ان شاء الله ان حد من اصحاب القلوب الرحيمه يعني، او حد من رجال الاعمال يقدر يتبنى الموضوع ويقدر ان هو يساعدنا ان احنا نخلي البنت دي تبقى كويسه ونعمل لها العمليات بتاعتها، لانها عمليات في القلب وعمليات بالنسبه لموضوع فتحه الشرج. اكيد الدكتور مدحت هو هيتكلم باستفاضه عن الموضوع ده اكتر مني طبعا ان شاء الله. وهي كطفله من حقها ان هي تبقى زي كل الاطفال، يعني حقها ان هي تعيش، يعني هي مش ذنبها ان ابوها فقير وان امها فقيره وان هي اتولدت في بيئه فقيره يعني، ان شاء الله. ولا ذنبها ان هي اتولدت بالشكل ده يعني، فاحنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه، واللي ربنا يقدر الخير ان شاء الله. الله. شكرا جدا يا باشمهندس، ميرسي جدا لحضرتك، وشكرا جدا لمداخلتك معانا. يا ريت يا جماعه تسيبوا ارقام التليفونات موجوده للتبرع، تمام؟
تمام. انا كده عايزه اقول لكم حاجه، انه اي خير هتعملوه هو مش بتعملوه للطفله بس، انتوا بتعملوه ليكوا انتوا. الخير اللي انتوا بتعملوه بيلف وبيرجع لكم. يوم ما هتتزنقوا في موقف هتلاقوا ربنا وقف لكم حد يعمل لكم الخير اللي انتوا عملتوه. فانتوا ابنوا في الخير ده للطفله الصغيره دي عشان بيتردد لكم. انتوا مش بتمنوا في الطفله بس، انتوا بتمنوا فيكوا انتوا كمان. هنطلع لفاصل صغير وهنرجع هيكون معانا دكتور مدحت ابو الفضل اخصائي طب الاطفال والحضانات والاطفال المبتسرين. فاصل صغير وراجعين، انتظرونا. أو حالات ما بعد الحروق، إذا كان في حروق أو ما بعد الحروق، أو التشوهات والعيوب الخلقية وتشوهات القوام. ونشكرك جدا يا دكتور بجد معاملتك معانا النهاردة، بجد كنت منورنا جدا، ميرسي جدا يا دكتور. أنا سعيد بيكو ونورتونا. مشاهدينا هنكمل دلوقتي جولتنا داخل المستشفى، انتظروني. ومن داخل مستشفى دكتور عاطف نور الدين معانا النهاردة دكتور لميس صلاح. أهلا بيك يا دكتور. هي أخصائي جلدية وليزر وتجميل، يعني بتاعت التجميل والليزر والحاجات الحلوة بتاعت البنات والستات والحاجات الجميلة دي، صح؟ طيب اشرح لنا بقى انت بتعملي ايه يا دكتور. اهلا وسهلا بيكو، معكو دكتورة لميس صلاح اخصائية الجلدية والتجميل والليزر من داخل مستشفى دكتور عاطف نور الدين. احنا هنا في عيادة الجلدية بلس طبعا الكشوفات الجلدية اللي احنا بنقدمها. احنا بنقدم كمان الجلسات، علاجات حقن الثعلبة، الصلع الوراثي، الصلع العرضي، تساقط الشعر عموما، تمام. عندنا جلسات ميزوثيرابي وجلسات الدرمابين، كمان اثار الندبات بتاعه حبوب الشباب بنعملها درما رولر، اوكي. وممكن كمان عندنا درمابين بنشتغل بيه، جلسات الفيلر والبوتوكس، الفيلر لملء التجاعيد، تمام، وعيوب الوجه ونضاره الوجه عموما، تمام، والشفايف. البوتوكس احنا فرط التعرق بنشتغل بيه كويس جدا بالبوتوكس. كمان الخطوط التعبيرية بيبقى كويس جدا معانا. طيب انا كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور عشان الناس تبقى فاهمه برضو، ايه الفرق بين البوتوكس والفيلر، وامتى بحقن بوتوكس وفين بحقن الفيلر؟ بالنسبه للبوتوكس والفيلر، الفيلر عموما احنا بنستخدمه لملء الوجهين. مثلا عندنا واحده مثلا كانت اوبيزي شويه وبتخس، تمام، فاحنا عندنا الفات بتاعتها بتقل شويه فممكن يحصل لها تهدل في الوجه، تمام. الحاجات دي كلها بنملاها بالفيلر، تمام. الخطوط التعبيريه زي النيزو ليبيال دي بنملاها بالفيلر. الشفايف للنضاره وطبعا بتدي منظر احسن وبتخلي النظر. انا سمعت دايما ان البوتوكس بيبقى فوق والفيلر بياخد الجزء اللي تحت، صح؟ دي حقيقه، تمام. ما لسه البوتوكس دايما احنا بنستخدمه في الخطوط التعبيريه زي الفورهيد لاينز، تمام. الجلسات بتاعه فرط التعرق خصوصا الموضوع ده بيزيد جدا في الصيف فبنستخدمه كتير جدا. الابتسامه اللثويه، تمام، بنحقنه فيه برضو، تمام. الكراوس فيد ممكن نحقن فيه، تمام، اللي هي بيقولوا عليها رجل الغراب، تمام. دي بنحقن برضو فيها بوتوكس. ومن داخل مستشفى دكتور عاطف نور الدين معانا دلوقتي دكتور مدحت ابو الفضل. اهلا بيك يا دكتور منورنا. اهلا بيك يا اهلا وسهلا. حضرتك تخصص اطفال. طيب انا عايزك بقى تكلمني بالنسبه لتخصص الاطفال ده، سهل صعب، ايه الدنيا عندكم؟ هو يعني تخصص الاطفال بشكل عام هو زيه زي اي تخصص. بس بحس صعب يا دكتور عشان حاجه واحده، الطفل ما بيقدرش يشتكي، انت بتتخيل الطفل بيبقى تعبان في ايه؟ ما هو دي هو ده الطب. احنا بنتعامل مع حاجتين، الشكوى اللي بيجي بيها المريض واللي احنا بنشوفه على المريض. الشكوى اللي بيجي بيها المريض هو جاي بالسيمتومز اللي هو في سخونيه، في رشح، في كحه. دي الام بقى اللي بتقعد تقول لك ايوه ده ابني بيرجع، ده ابني مش عارفه بيعمل له ايه، ده بيحصل له ايه، ده اللي انا بحسه ان انا بروح باولادي وبقول له ده دي رجعت، دي سخنت، دي حصلت، صح؟ الشغل التاني بتاعنا بقى اللي هو احنا ازاي نمنج الحاله نفسها، ازاي نكتشف
المرض او العله او المشكله اللي عند الطفل، وهو ده طب الاطفال. طب الاطفال من التخصصات الغنيه جدا جدا. وفي الحقيقه هو هنا مستشفى دكتور عاطف نور الدين بتتميز بقسم الاطفال، لان احنا الخدمات اللي بنقدمها للاطفال هنا خدمات كتير جدا، تبدا من اول الكشف العادي خالص، ودي احنا منزلين هنا برامج في المستشفى خاصه بالمستشفى طبعا كلها للاطفال. عندنا التطعيمات، ودي احنا تقريبا بنتميز بيها في المستشفى. طبعا عندكم حضانات يا دكتور؟ عندنا موجود طبعا قسم الحضانات، وعلى اعلى مستوى هو موجود فيه كميه الحضانات الموجوده كافيه جدا جدا، كميه كبيره من الصغيره. الحاجه الثانيه عندنا الجهاز التنفس الصناعي، عندنا السباب، في بنستقبل كل حالات الحضانات من اول حالات الصفراء العاديه. عندنا كمان الكبسوله بالظبط 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 كل اي مشكله بتقابل الطفل واللي بعد كده كمان حتى كمتابعه الطفل. مستشفى دكتور عاطف نور الدين بتتميز كمان بان احنا في قسم الاطفال عندنا اللي هو القسم الخاص بسوء التغذيه للاطفال. ازاي بنعالج النحافه، ازاي بنعالج السمنه للاطفال طبعا. طبعا يعني المستشفى هنا مميزه في الحكايه دي. تمام يا دكتور، بجد انا اتشرفت بوجودي معاك النهارده، ميرسي جدا لحضرتك. دكتور محمد، ورجعنا دلوقتي وبنرحب بدكتور مدحت ابو الفضل، اخصائي طب اطفال وحضانات واطفال المبتسمين. اهلا بيك يا دكتور. ازيك؟ ازيك ولا ازيك؟ ازي حضرتك، منورني بجد، منور الاستوديو. طيبين والساده المشاهدين طيبين، وانت طيب وبخير وبصحه وبسلام دايما يا رب. طيب احنا النهارده بقى عايزين نتكلم عن ايه؟ عن الام، تمام، اللي ولدت ولسه معاها بيبي جديد ومش عارفه تتعامل معاه. تتعامل ازاي معاه في اول شهور ولاده الطفل؟ تعمل تمام. بص حضرتك، هو الاول لازم نقول انا عندي ام اول تجربه للولاده، هي لسه النهارده ربنا رزقها بطفل، دي اول تجربه ليها. هي ما عندهاش خبره، ما عندهاش اي معلومات عن الموضوع. وفي النوع الثاني الامهات ان هي عندها طفل، عندها اتنين، عندها ثلاثه، ودي تجربه سابقه ليها. لو احنا عايزين نتكلم على الاولانيه خلاص، اللي هي يعني ما عندهاش لسه، ما عندهاش اول بيبي خبره وما عندهاش فكره عن مش عارفه تتعامل ازاي. حاجه صغنونه كده جت ومش عارفه تمسكها ومش عارفه تشيلها ومش عارفه تاكلها ومش عارفه تشربها، فتتعامل ازاي مع طفل صغير يعني؟ الاول لازم الام تكون فاهمه حاجه مهمه جدا، ان الطفل لما بينزل بيتولد هو نزل وفي تغيرات فسيولوجيه عاديه، تغيرات طبيعيه هتحصل لكل الاطفال. لان هو لما كان في بطن الام كان في ميديا خاصة بيه، هو طلع الميديا تانية خالص، انفصل عن الأم تماما. بيحصل تغيرات فيسيولوجية طبيعية جدا للطفل، كل الأطفال. التغيرات دي تبدو للأم إن هي حاجة غريبة، وخصوصا لو الأم أول تجربة ليها، هي حاجة غريبة، هي مش فاهمة إيه اللي بيحصل. مهم جدا الأم تكون عارفة إن التغيرات دي إحنا بنقول لها ببساطة شديدة قوي، في حاجات ثابتة لازم تكون فاهمها الأول، ومهم جدا إن هي تكون رد فعلها للتغيرات دي يكون رد فعل هادي، لأن هي هتشوف التغيرات دي بشكل عنيف على الطفل. يعني زي أحياناً إيه؟ زي أحياناً بنلاقي الطفل بيحزق قوي لدرجة إن وشه أحياناً بيحمر، أحياناً بيزرق وبيتشنج ويشد إيده ورجله وبطنه تنشف وحاجات زي كده. أنا عارف أمهات كانت بتقعد تعيط جنب عيالها دكتور بالزبط سنداني، هم مش فاهمين هو في إيه، بيحصل له إيه، طب أعمل إيه دلوقتي؟ بالظبط بالظبط، وهي دي حاجة طبيعية، دي حاجة طبيعية بتحصل لكل الأطفال. دي نتيجة هضم وامتصاص الرضع بتاعت الطفل طبيعي. ده طبيعي هيكون يعني. طبعاً طبيعي جداً، فهيكون غازات، الغازات من المغص. يبدا الطفل يحزق قوي، الحزق بتاع الطفل هو الام يبدو للام ان هي حاجه كبيره وحاجه خطيره، انما هو الموضوع مش كده خالص. الموضوع انت عارف اول بيبي ده كله بيبقى بيحسس عليه وبيطبطب عليه وبيبقى خايف عليه، وقعدوه ما تمسكوهوش وحطوه وما تشيلوهوش، والحقي ده ازرق، لا ده اخضر، لا ده احمر، صحيح بيبقوا خايفين جدا على الطفل الاولاني، وبالذات الام في اول
شهور الولادة البيبي بتبقى عينها عليه 24 ساعة. طب يا دكتور أنا عايز أعرف إزاي الأم اللي بترضع طفل طبيعي إزاي تعرف أن الطفل ده شبع وأنه كده تمام وهي لسه بقى جديدة ومش عارفة؟ تمام. الشبع عند الأطفال هو في ثلاث حاجات يقولوا لي الطفل شبع أو ما شبعش. أول حاجة أبراز بتاع الطفل. تاني حاجة حالة صدر الأم، حالة ثدي الأم نفسه. تالت حاجة نوم الطفل. أول حاجة لما نقول البراز بتاع الطفل، الطفل الطبيعي العادي اللي بيشبع هيرضع هيشبع طبيعي هيعمل البراز. تمام. في حالة لو الطفل رضع وما شبعش فبالتالي مش هيعمل البراز، يبقى البراز مرتبط بالنسبة لي بعملية الشبع. لو احنا قلنا هو مفترض الطفل يرضع كل قد ايه؟ هو مفترض يرضع من ساعتين لثلاث ساعات. طب لو قلنا من ساعتين لثلاث ساعات يبقى متوسط الرضاعة في اليوم هيبقى في حدود من 8 لتسع مرات. 8 لتسع مرات. عشان كده يعني الأمهات ما بتعرفش تنام. بالظبط. ولأن احنا بنشيل وقت الرضاعة أو زمن الرضاعة بنشيله من الزمن من الوقت. مفترض إن هي الساعتين الجاب الفرق بين الرضعة والرضعة بنحسبه من آخر الرضاعة. تمام. طيب لو انا قلت هو مفترض ان هو رضع كل ساعتين او ثلاث ساعات هيرضع من 8 ل 9 مرات، يبقى مفترض هيعمل من 8 ل 9 مرات، ودي احنا ما شفناهاش ما بنشوفهاش كتير. يعني مش هيعمل من 8 ل 9 مرات؟ لا طبعا لا طبعا ما فيش حد بيعمل كده. لا ما فيش. ولكن احنا بنقول لو الطفل عمل من 4 مرات ل 5 مرات في ال 24 ساعه كامله يبقى الطفل ده حالته كويسه وبيرضع كويس وبيشبع كويس. تاني جزئيه بنعرف منها ان هو الطفل بيشبع لما الام تيجي تقول انا صدري مليان وتقيل، بمعنى ان صدرها فيه خامه اللبن كافيه هي تشبع الطفل. ايوه لان في اطفال يعني كل نص ساعه يا دكتور بتبقى عايزه ترضع. بالزبط. كل ساعه بالكتير لهم بيعيطوا 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 بيعيطوا. بالظبط. طب الام بتتعامل ازاي بقى لو هي في حاله ما عندهاش لبن كافي تعمل ايه؟ موضوع ما عندهاش لبن كافي هو ليه ما عندهاش لبن كافي؟ يعني الاول لازم كده يا دكتور. لا ده موضوع تاني. الاول اعملي اللي عليكي. الاول اللي خدي بالاسباب اللي هي ايه. اول حاجه نظام الرضاعه. لازم الرضاعه تبقى كل ساعتين. ما فيش حاجه اسمها رضاعه عشوائي. ما فيش حاجه اسمها الطفل كل ما يعيط ارضعه. الكلام ده غلط. هم بيلاقوه بيعيط بياخدوه يا دكتور على طول. طب هي الام لو بدات ترضع كل شويه فمش هتدي فرصه لصدر الام نفسه ان هو يتملي ويتقل، لان هو اللبن بتاع الام هو عاوز وقت علشان يتملي، لان هو اللي بيتحكم في افراز اللبن الغدد اللبنيه. طب هي المفروض معلش يا دكتور المفروض تاكل ايه الام علشان بالزبط. اللبن كويس. يبقى سؤال يعني كويس ومغذي للطفل بالزبط. وايه اللي ما تاكلوش؟ بصي الاول نقول اللي هتاكله ايه. هو المقصود من الاكل ايه؟ ان هو زياده افراز او اضرار اللبن في صدر الام. تمام. ده هو ده المغزى من اكلها. بشكل عام هي لازم تاكل اكل صحي بشكل عام. الاكل الصحي لازم يكون الخضار كتير، لازم يكون الفواكه كتير، كمية سوائل كتيرة، بتاخد كميات البروتين الحيواني بشكل معقول. سوائل زي ايه يا دكتور عشان كتير هيقفوا في كلمة سوائل دي؟ يقولك يعني اخد ايه؟ يعني اقعد اشرب في مية مثلا؟ لا لا لا، كلمة سوائل مقصود بيها اللي هي مجموعة العصائر بشكل عام. بس مش العصائر طبعا اللي بتتباع في الماركت. يفضل الفريش. يفضل يفضل طبعا لو هي عملتها في البيت واللبن. افضل افضل. الألبان عموما، ولكن الأهم من كل دون علشان إضرار اللبن اللي هي الحلبة، عنصر الحلبة نفسه. ومعلش هي بعض الأمهات شوية بتستاء من شرب عشان ريحة العرق والحاجات دي كلها، فعلا ريحة نفاذة وبتضايق الأمهات. ولكن انت بتبقي في وقت من الأوقات انت مضطرة تشربيه ومحتاجة تشربيه. في حاجة اسمها المغات، دي طبعا ما فيش بيت مصري ما يعرفوش. ده هو مجرد البيبي بيجي من هنا تلاقي المغات. المغات على طول. وديا لانها فعلا المشروب الرسمي. في الحلاوة الطحنية دي مهمة جدا جدا. الحلاوة الطحنية طبعا. في الخضار زي الفجل الجرجير ده مهم جدا جدا. تمام. كل الحاجات دي بتزود افراز او اضرار اللبن. لكل الامهات اهم كده عرفوا بالظبط ايه اللي هتاخديه علشان تزودي اللبن وتخليه مغذي وتخلي الطفل يشبع بتغذيه. بالظبط. مش يشبع والسلام. ما في امهات بتشرب بيبسي يا دكتور وبتشرب مش عارفه. لا بيبسي هي البيبسي احنا ده مدمره يعني. هي كده بتدمر الطفل وبتدمر نفسها تماما. ما انا عايز اعرف بقى ايه المفروض ان ما ياخدوهوش. اللي بيوجع بيجيب مغص للطفل. كل اولا كل المياه الغازيه
كلها، كل المياه الغازيه، لان هي بشكل او باخر هي هيبقى لها مردود على الام نفسها، لان هي الام طول فتره الحمل هي بيتسحب منها الكالسيوم. طيب بيروح للطفل. طب هي ولدت. طب هي هترضع، معناها ان برضه بيتاخد منها كالسيوم. طب كل المياه الغازيه بشكل او باخر بتعمل هشاشه عظام. يبقى انت عندك الكالسيوم بيتاخد منك وقت الحمل ووقت الرضاعه، وكمان بتشربي حاجه بتعمل لك هشاشه عظام، طبعا ده مش كويس. واسمع مش كويس كمان ان هو لما يدخل في الرضاعه للطفل زي ما بيقول بيلسعه او بيحرقه في معدته لانه لسه صغير. ده اللي انا كنت بسمعه. هي زمان بينزل حاجه اللي هي ماده بقى المواد اللي هي بتبقى بتاعه الكولا والحاجات دي كلها، هي بتفرز بشكل بنسب منها طبعا. بيروح للبيبي طبعا هيديني برده تاثير سيء. طبعا بيعمل له نوع من انواع الغازات بقى وحاجات كده. هو بس عاوزين نفرق بين حاجه مهمه قوي، موضوع الغازات. موضوع الغازات دون دي هو هيكون يعني هي الغازات هتتكون سواء كان الطفل رضع طبيعي، رضع صناعي، هي هتتكون لان هو الغازات نتاج هضم امتصاص اللبن. تمام. ولكن انا موضوع المياه الغازيه او اللي هي الاكل اللي هو التيك اواي من بره، الحاجات دي كلها. معلش يا دكتور، معانا اتصال. مدام مريم من القاهرة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضلي حضرتك. تفضلي، أهلا بيكي حبيبتي، تفضلي. أنا معايا طفل لسه أول صيف هيدخل عليه الصيف ده إن شاء الله، فعايز أسأل أستعد له إزاي؟ يعني أستعد إزاي لدخول الصيف؟ في تطعيمات ممكن ياخدها ولا لأ؟ هو عمره قد إيه؟ طب هو عمره قد إيه يا مريم؟ هو حاليا 4 شهور. 4 شهور. تمام. انت بس عايزه تعرفي ان الطفل ده مع دخول الصيف المفروض تتعاملي معاه ازاي وتطعميه ايه وتتعاملي مع الطفل ازاي في الصيف. ايوه تمام يا فندم. تمام خلاص اوكي دكتور. أوكي. هيرد عليكي. شكرا يا مريم. اتفضلي يا دكتور. فاحنا نرجع تاني لموضوع اللبن بتاع الام. مهم جدا الام تبقى عارفه ان العناصر دي لما بتاكلها هتزود إضرار أو إفراز خامة اللبن نفسها أو اللبن. فبالتالي الطفل هيشبع. هتستقيم حياة الطفل. معنى إيه هتستقيم؟ هنلاقي الطفل أولا نمرة واحد هو شبع، هو نام كويس، عمل الإخراج بتاعه كويس، عمل البراز بتاعه بالكميات المطلوبة أو المفترض الحد الأدنى من الطبيعي بتاعها، اللي هو قلنا من 3 لـ4 مرات، من 4 لـ5 مرات، من 4 لـ5. ولكن لو الطفل عمل من مرتين 3 مرات في ال 24 ساعة اوكي الدنيا كويسة. لا الدنيا كويسة ما عنديش مشكلة فيها خالص. امتى اقلق؟ امتى اقول انا عندي مشكلة في عملية البراز بتاع الطفل لو الطفل عدى عليه 24 ساعة كاملين ما يعملش؟ ده بيبقى انذار، خلي بالك يا ام ان في اللبن بتاعك مش كافي لاشباع الطفل. طب عد عليه يوم واتنين ما عملش، برضو ده انذار اقوى. خلي بالك انت لبنك خلاص ما بقاش بيشبع الطفل بالشكل الكافي. تمام. طب نرد على مريم موضوع بالنسبه لل هو امراض الصيف. اولا امراض الصيف احنا كلنا عارفينها، هي وخصوصا في السن الصغير دون هو الاسهال او الديزنتريا او التايفويد او الحاجات دي كلها. في السن ده تخلي الام دايما بالها من النظافه. تمام. نظافه كل شيء واي شيء. تمام. له علاقه بالطفل. طب هو يستحمى كم مره في الصيف يا دكتور؟ في الصيف ممكن يستحمى كل يوم، انا ما عنديش مشكله عادي خالص. كل ما عنديش يوم مشكله. انت عارف الامهات يعني بيدخلوا على الصيف برضو وهو لسه طالع من شتاء، فاكيد كانت بتكلفته ببطاطين وحاجات كتيره. يعني لو كانت معانا كنا نتكلم في الموضوع. نعرف الاول بس هو يستحمى ازاي، نعرف ازاي الطفل ينضف. طب ازاي الطفل؟ اولا انا لو هحمي الطفل كل يوم انا ممكن احمي الطفل يا اما الفتره اللي هي بتاعه الظهر. هو الجو خلاص الجو بقى واصل درجه الحراره العاديه اللي احنا عايشين فيها طول النهار. او بالليل خلاص انا قفلت بيتي انا هنام. قبل ما بنام على طول الطفل بيستحمى بيدخل سريره. خلاص كده الطفل انا مش بعرضه لتيارات هواء ممكن يتعب من خلالها. دي واحده. الحاجه الثانيه لازم كل ام تكون عارفه ان النظافه جزء لا يتجزا من صحه الطفل. تمام. مهم جدا ان كل ام تبقى عارفه ان نظافه الطفل من جوه ومن بره، لازم الطفل يكون نظيف جدا، لازم تكون ريحته كويسه، لازم يكون هدومه تتغير باستمرار. تمام. ما ينفعش البامبرز بتاع الطفل يتساب. آه وتيجي بعد كده بتشتكي. ساعتين لثلاثه اعتقد صح؟
بصي، هو حسب كمية البول اللي بيعملها الطفل، حسب كمية البراز. مفترض ان هو مع براز والبول يعني بمعدل كل ساعتين. بس انا اعتقد ان هو مجرد انه عمل يعني مفروض ان البامبرز يتغير. لازم يتغير. طب هي كانت بتسأل التطعيمات ايه يا دكتور اللي ياخدها الطفل؟ هو اللي موجود للتطعيمات بتاعت الحاجات اللي هي امراض الصفر، اللي هي الاسهال او النزلات المعوية، اللي هو الروتا. الروتا بيتاخد، وده موجود في الحقيقة يعني احنا بنوفره في مستشفى دكتور عاطف نور الدين. احنا بنوفر التطعيم بتاع الروتا. هو موجود، ده بيتاخد عند شهرين، عند 4 شهور، عند 6 شهور. تمام. هو ما بيتاخدش خلاص بعد 6 شهور. تمام. هي عندها امكانيه دلوقتي ان هي تاخد الجرعه بتاعت ال4 شهور وال6 شهور. طيب قلنا بقى، عايزه اسالك سؤال، ازاي الام تتعامل مع طفل في اللي هو عنده خنفره او مش عارف يتنفس كويس؟ يعني تتعامل معاه ازاي يا دكتور؟ الاول الام لازم تكون عارفه هو الطفل بيخنفر ليه. يعني هو سببها ايه؟ هو في اسباب. طبعا ايه بقى اسبابها؟ مفترض ان الجهاز التنفسي في جسم اي انسان هو جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. الجهاز التنفسي العلوي بيتحكم فيه او موجود فيه اللي هي جيوب الانفيه واللحميه وممرات الهواء الضيقه اللي بتوصل للجهاز التنفسي السفلي. تمام. اللحميه عند الاطفال، ودي حاجه موجوده في كل الاطفال، ربنا خلقها في كل البشر. اللحميه بتبقى كبيره شويه في اول 3 سنين عند الاطفال. تمام. بلس ان هو بيبقى زائد، ان هو بيبقى حوالين اللحميه في مخاط. في مخاط، ده نتيجه افرازه من الاشياء، مخاط اللي حوالين اللحميه. يعني اللحميه دي بتصغر لما الطفل بيكبر؟ يعني بالزبط، كل ما بالزبط يكبر، كل ما بيكبر كل ما بيحصل لها ضمور بتقل. ولكن احنا بنساعد بايه؟ بنساعد في الفتره الاولى اللي هي اول شهر او اول شهر ونص او اول شهرين. تمام. بنساعد الطفل بحاجه اسمها الاوتروفين بيب سلاين، ده محلول ملح طبيعي. دي حاجه بياخدها الطفل دي يوميا 6 مرات 5 مرات. دي بتعمل كليننج على طول للنوز بتاعته وتنضف له، في نفس الوقت بتعمل ضمور للحميه دي. بعد شهرين الطفل خلاص عاوز حاجه اقوى شويه. في حاجة اللي هي احنا بنقول عليها دلوقتي، او الناس معروف الناس دلوقتي عارفاها، اللي هي اسمها مية البحر، وهي مية البحر متعقمة ومتقطرة، يعني متعالجة. بس مش اي مية بحر. اما ليه بقى؟ مش هروح اعبي من البحر وادي للطفل؟ لا طبعا، هي متعالجة. لا طبعا، هي متعالجة ومتقطرة ومتوظفة بشكل معين، ان هي بتدخل دي بتعمل ضمور للحمية، بتقلل حجمها خالص، بتعمل كلين كويس، بتنظف جهاز التنفس العلوي، كل المخاط ده بينزل. تمام. يبدا الطفل يتنفس احسن. يبدا الطفل يرضع احسن. هتلاقي دخول وخروج الهواء والصوت اللي بتسمعه الام على صدر الطفل. ده افضل بكتير. تمام. لان هي بتبقى شكوى لكل الامهات من الصوت اللي بتسمعه على صدر الطفل، بتبقى قلقانه وخايفه. يا دكتور، يعني هي دايما تقول انا حطيت ايدي على صدر الطفل ففي خنفره او في خروشه، حطيت ايدي على ظهره في خروشه. طب هي لو مش فاهمه هتقول ده بلغم او ده مشكله كبيره في الصدر. طب لو طفل عنده ثقب في القلب وما تعرفش مع بدايه ولاده الطفل، تمام، الام تقدر تعرف ازاي ان الطفل عنده ثقب في القلب؟ مش هتعرف. وان ما تعرفش، مش هتعرف. البي دي ايه او الثقب في القلب، هو لو ما تعرفش لسبب حصل وقت الولاده مش هيتعرف. تمام. او بيتعرف اكسيدنتالي، هو بيتعرف بالصدفه. تمام. بمعنى ان في اطفال كتير جدا بتنزل بثقوب في القلب وبتعيش حياتها وبتمارس حياتها طبيعيه خالص، بتلعب وبتتنطط وبتطلع وبتنزل وبتمارس رياضه وكل حاجه، حياتها بجد عاديه جدا جدا، وبيروح وبيتقفل وخلاص الموضوع انتهى، ومن غير ما هي الام ما تعرفش تكون عرفت. اصلا ما حدش بيعرف خلاص. ولكن الثقب في القلب بيتحكم فيه ايه؟ او امتى يقلقني؟ لو هو حجمه كبير. طيب قد ايه مثلا؟ بالظبط هو اكتر من 2-3 ملي، ده يبدا الواحد يركز شويه معاه. الحاجه الثانيه، هو 1 ولا 2؟ ثقب ولا ثقبين؟ بالظبط. طيب في اعراض معاه ولا ما فيش؟ طيب في مشاكل؟ إيه بقى؟ لا هو يعني هو انت تقول ان الحاله دي مثلا بدات تبقى خطيره، الثقب ابتدى حاسس ان في مشكله. مش هيجي لي طفل
يقول لي انا عندي ثقب في القلب اكشف عليا. هو مش هيحصل ده. تحس لا امتى تحس ان الطفل ده في حاجه مش طبيعيه؟ طب نبتدي نعمل له ايكو للقلب مثلا بالزبط. عشان نقدر نكتشف ان هو يجي لي بنهجان كتير بزرقان وزرقان في اللسان زرقان في الشفايف لما يعيط مثلا. لا ملهوش دعوه بالما هو لو عيط بعض الاطفال لو عيط بيزرق. اصل في اطفال كتيره فعلا بتعيط وتزرق جدا. فانا عشان كده شفايفها تزرق ولا يزرق لوحده في لوحده في الطبيعي كويس تمام. ده لما بنعمل الاكس راي بتاعته اشعه على الصدر بنلاقي شويه تضخم عفوا بنلاقي شويه تضخم في عضله القلب نبدا نعمل الايكو فالايكو يطلع لي ان في ثقب في القلب نكتشف ان في ثقب في القلب نبدا نتعامل معاه. مش كل ثقوب القلب بنتعامل معاها هو لوحده بيروح هو لوحده بيتعافى الطفل خلاص. امتى نتدخل؟ لو حجمه كبير وواحد او اتنين وهكذا وله معاه مضاعفات تانية اوكي بيبقى. ساعتها بقى نتكلم بقى بنعرضه على حد بتاع قلب اطفال طبعا وهو اللي بيتعاملوا معاه تمام. طب كنت عايز اسالك في حاجه يا دكتور. الترجيع بقى عند الطفل يعني انا بشوف امهات تمام حصل مواقف كتير يعني ام مثلا تروح ترضع ابنها او بنتها وتنيمها على السرير والطفل يروح مرجع كل اللي كانوا وما يقدرش يتنفس بقى كمان لا سيبك كويس. من دي ده ما يقدرش يتنفس وتجري بيه بقى وتبقى مش عارفه تعمل ايه بالزبط. ابني ولا بنتي مش عارفه تتنفس وتبقى بتتنطط وتجري خبط على الجيران والحقوني وشوفوا ابني تمام. ماله تمام المفروض بقى نعمل ايه في الموضوع ده؟ بصي الاول الام لازم تبقى عارفه برضو هو ايه اللي بيطلع من بق الطفل في السنة الأولى هو إيه الاحتمالات إيه اللي هنشوفه هيطلع من بق الطفل هما ثلاث حاجات حاجة اسمها قشط حاجة اسمها ارتجاع حاجة اسمها ترجيع. القشط هي أي حاجة بتطلع من بق الطفل قريبة كده ده بيبهدله دايما الهدوم يا دكتور ده دي اسمها قشط سواء كان لبن لبن مجبن مقطع مخاط بلغم كل الحاجات دي اسمها قشط دي احنا بنمسح للطفل وخلاص ما بتقلقنيش في حاجة أيا كان عددها تمام. الارتجاع ان الطفل دايما الارتجاع مرتبط بالرضاعه فدايما نلاقيه بعد الرضاعه بعشر دقائق بربع ساعه بنص ساعه بساعه بيروح الطفل دافئ كيماع البعد لدرجه ان هو احيانا بيغرق الام كميه كبيره جدا ايوه والام تقول هو الطفل رجع الرضاعه يعني تبقى لابسه ومتشيكها وقيس فجاه بهدل لها هدومها كلها تمام فهي دي ده اسمه ارتجاع. طب نعرفه ازاي؟ لان هو الارتجاع والترجيع في الشكل زي بعض هو دفع على بعض الارتجاع ما يزيدش عن 6-7 مرات في ال 24 ساعه في ال 24 ساعه مكتمل يعني لو زاد عن 6-7 مرات ابتدي اقول في مشكله في عندي مشكله تمام تمام. اهم شرط ان هو ما يكونش معاه لا اسهال ولا سخونيه يعني ارتجاع 6-7 مرات هو كده ما بياكلش حاجه لا لا لا, لا بيتهيألك ساعتها بنحط الطفل على الميزان بنلاقي ان الطفل وزنه بيزيد يبقى ده اسمه ارتجاع طب هو بيحصل ليه الارتجاع؟ لان الصمام اللي بين المعده والمريء بيبقى واسع لسه ما قفلش ما خدش الحجم الطبيعي بتاعه تمام. ما بيساعد على خروج اللبن بكميه كبيره كده ولكن الطفل بيبقى خد زياده عن اللي هو المفروض مش ياخده مش هنقول زياده هي كميه مش بس مش كبيره قوي ولكن هو جزء بيطلع من الرضعه اللي هو فوق المعده الجزء اللي من فوق المعده هو ده اللي بيطلع هو ده اللي ما بيهمنيش انا مش قلقان منه لان انا لو حطيت الطفل على ميزان هلاقي ان هو بيزيد في وزنه فلو كان الارتجاع بيأثر على وزنه او بيأثر على الحاله على الطفل هيقل في الوزن بتاعه تمام. ده نلاقيه امتى؟ مع الشكل الثالث للترجيع اللي هو اسمه الترجيع اللي هو دفع على بعض بس بيبقى كتير جدا ممكن يزيد يوصل لعشر مرات لازم يكون معاه اسهال او سخونيه او الاثنين مع بعض يعني اسهال وسخونيه وترجيع ساعتها اقول بقى ان دي كده خلاص دي نازله معويه صريحه واضحه دي صريحه ودي اتعامل معاها كحاله مرضيه انما الارتجاع لا الارتجاع كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنقول للام ازاي ترضع لان احنا ازاي ترضع للام هيقلل شويه فرص الارتجاع لما تحصل تمام. بما ان احنا في ظروف كورونا واديك سامع وشايف واحداث عالميه مش مصر بس طيب هل الطفل معرض للكورونا ولو هو معرض ازاي الام بالنسبه ان هي معاها طفل صغير عنده شهرين ثلاثة أربعة ستة سنه سنتين تتعامل تعمل ايه؟ ما هي بتبقى خايفه وبتضطر احيانا تنزل طب اعمل ايه بقى مع الطفل وهي خايفه من المناعه لحسن معناها تكون ضعيفه ولا يتعدي لا قدر الله تعمل ايه بقى يا دكتور؟ بصي اولا هي المناعه الكورونا هي نسب حدوثها للاطفال ضعيفه مش كبيره قوي ولكن بتحصل بتحصل طبعا
وتسجل كذا حاله موجوده ان هي اطفال. طب ممكن اسالك، هي الحالات اللي اتسجلت تقريبا كانت سنها قد ايه؟ لو يعني هل هم يعني صغيرين جدا ولا لا؟ مثلا مش بيبيهات، مش لسه لا 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 يعني يعني كانوا 7-8 سنين او 10 سنين في الحدود، بس في مش الاطفال اللي هم الشهور لا سنتين. مش بيبيهات لسه، لا لا لا, لا دي مش موجوده. يعني معنى كده ان المناعه بتقل يا دكتور لما الطفل بيكبر؟ يعني عايزين نقول ان هي مش بتقل، لا هي المفترض ان هي بتزيد. طب امال ايه ليه هي بقى؟ بتزيد. طب هي ليه لها احنا الكورونا لما بتيجي تاثر امتى؟ لو انا عندي امراض مزمنه، مفيش طفل عنده مرض مزمن، يعني ما سمعناش الا الحاجات الكبيره. اذا كان عندي مشكله في القلب، عندي مشكله في الكلى، عندي مشكله في الكبد، دي حاجات مزمنه للطفل هو عايش بيها وبيتعالج منها. هنا اصبحت هو الطفل ده المناعه بتاعته شويه قليله، يبدا يتاثر بالكورونا. انما الطفل العادي لا طبعا. الحاجة التانية والأهم من الكلام دون هو زي الأم تخلي بالها، زي الأم تحافظ على البيبي، زي الأم تحافظ على أطفالها. أولا موضوع النظافة، ثم النظافة، ثم النظافة، ده موضوع مهم جدا لكل كل البيوت المصرية يا دكتور. دلوقتي بقت تقريبا بص الكلور بقى يعني الحاجة الرسمية في البيوت. والله دلوقتي دي حاجة كويسة، هي دي حاجة كويسة، وهو ده المفروض إن هو اللي يتعمل، ويبقى ده اسلوب حياتنا. يعني هو ده مفترض ان احنا نكون كده بصرف النظر ان فيه كورونا او ما فيش كورونا، يعني هو ده المطلوب، هو ده المهم. موضوع تعامل الام مع موضوع الكورونا، لو هي جوه البيت وجاي لها حاجات من بره، لازم الحاجات قبل ما تدخل جوه البيت وقبل ما تبقى فيها ملامسه مباشره ليها، لازم بشكل او باخر بتعقمها، لازم كله بيعقم يا دكتور. طبعا الحاجه الثانيه، مفيش حد يجي من بره يمسك الطفل ويبوسه او يحضنه او أيوة يشيله او الحاجات دي كلها. إيه طبعا ده غلط، ده خطا، خطا كبير. مفترض ان اللي بيجي من بره يدخل الاول، هو هيتشطف، هيتعقم، هيغير هدومه. يعني كده الام لو لقيت حد هيبوس ابنها او بنتها يقول له طبعا ممنوع، سوري ممنوع. بص الطفل سواء كان في كورونا او ما فيش كورونا، مفيش حاجه اسمها بوس طفل. يعني ايه ابوس طفل؟ يعني يا جماعه عندك ايده اوكي اتعامل مع ايديه، انما بلاش الوش، ابعدوا عن الوش، عن الوش، ابعدوا عن الوش، ابعدوا عن وش الطفل. مفيش داعي، احنا كشعب مصري شعب عاطفي جدا، بنعبر عن حبنا للاطفال، لازم نحضنه، لازم نشيله، لازم نبوسه. يعني ما للاسف يا دكتور خلصت حلقتنا معاك النهارده بجد، وكنت مشرفنا جدا جدا، وخلصت حلقتنا. ميرسي جدا جدا، شكرا. مشاهدينا اعزاء، والنهارده كده خلصت حلقتنا، انتظروني في حلقه جديده من برنامج كل الكلام. سلام.